سلام خوتي، نتمنى تكونوا بخير وفي احسن حال. مرحبا بكم في قناة وصفات لينا. اليوم جيتكم وصفة اللي هي رائعة، المسمن بجوج اشكال. الشكل الاول معمر بالشحمة والخضر، كيجي لذيذ بزاف ورائع في المذاق. والطريقة سهلة وبسيطة وكتخليه ديما يبقى رطب، واحد المكون اللي هو معروف في كل بيت كيخليه رطب وخيبقى النهار كامل. والشكل الثاني اللي هو بالخليع، كيجي لذيذ بزاف. اتمنى تعجبكم هاد الوصفة وطرق لكم. مشيو نشوفو الطريقة والمقادير، وبالصحة والراحة. عندي في المقادير الدقيق الابيض، استعملت جوز لايف ديال الدقيق الابيض، وكذلك الفينو استعملت زلافة واحدة. دائما كنديرو ضعف الكمية في الدقيق الابيض. استعملت الزلافة هذه هي اللي عبرت بها، زلافة عادية قياس صغير ماشي كبير. وهنا عندي الماء وملعقة صغيرة ديال خميرة فورية، تقدروا تستعملوا الخميرة المعجونة. وهنا عندي معلقة كبيرة ديال الحليب المجفف، تقدروا تعوضوه بكاس ديال الحليب. هذا المكون هو اللي كيخلي الملوي يبقى ديما رطب وما كيكرمش. وهنا عندي ملعقة صغيرة ديال الملح. طريقة التحضير، غادي نوضعوا المكونات كاملين اللي هما مكونات بساطين، ما قويتش بزاف ديال المكونات والعناصر، فقط الضرورية، وفي نفس الوقت كتعطي المفعول ديالها واحد النتيجة اللي هي رائعة. وكنجمع بالماء وغادي نوضعها في العجان، او تعجنوا بيديكم اللي استطعتوا يديروا. صافي، كنعجنوا العجين ديالنا مزيان تدلك وتكون ماشي قاصحة وماشي جارية، تكون رطبة. العجينة ديال المسمن هي هذه. صافي، غادي نخليوها غير ترتاح ماشي تخمر، لان غادي نوضعوهم في المقلاة ماشي في الفرن. غادي نخليها ترتاح واحد شوية، حتى من 5 دقائق حتى 10 دقائق بالماء. وجدت انا الحشوة ديالي. هنا عندي المقادير موجداهم من قبل. قطعت هنايا الفلفله قطع صغيره، وهنا الجزر محكوك، استعملت جوج جزرات. وعندي هنايا بصله وحده مشلضه، والشحمه بطبيعه الحال حيت غادي نديرو الملوي ديال الشحمه. استعملت انا الشحمه ديال الغنمي، هي اللي كتكون مجهده وعاطيه تعطي البنه. هنا الخليع غادي نستعملو في الطريقه الثانيه، ماشي في هذه الطريقه هذه، يعني هذاك بوحديته. وهنا عندي الزيت، شويه الزيت، جوج فصوص ديال الثوم محكوكين، وقزبر ومعدنوس استعملت واحد شويه. هنا عندي الخرقوم البلدي والتحميره والبابريكا، وهنا عندي الملحه والبزار نص معلقه صغيره. في التوابل الاخرين معلقه صغيره. وهنا غادي نوضع اول حاجه الزيت، 3 معالق كبار. مع الشحمه وضعت القليل الشحمه، ما كثرتش بزاف حيت كما قلت لكم ديال الغنمي كتكون شويه مجهده. كنخليها تذوب غير واحد شويه، دقيقه فقط، ما تزيدوش اكثر من دقيقه باش ما تحرقوهاش. صافي، ها هي دابت لينا بسرعه.
ما تتكملش دقيقة حتى كتذوب، كنوضعو البصلة معاها، كنبقاو نشحروها معاها، غير تنزل لينا واحد شوية البصلة فقط، يعني دقيقة ونص أو جوج دقايق صافي. كنتبعو المكونات اللي باقين صافي، ها هي نزلات. غادي نضيف دابا المكونات اللي عندي. هنا عندي الثومة كما قلت لكم، جوج فصوص ديال الثوم ماشي كبار غير صغار. وهنايا التوابل كما قلت لكم، معلقه صغيره من كل حاجه، فقط البزار اللي ما غاديش نديرو معلقه كامله، غادي نديرو غير نص معلقه باش ما يجيناش حار. وغادي نخلط المكونات هما كيتشحروا، وغادي نوضع الفلفله اللي هي مقطعه، الفلفله راه هي دغيا كطيب كديروها يعني مع المكونات الاخيره، هي والجزر، حيت الجزر محكوك راه دغيا كيطيبو. هاد الحشوه ما كتاخدش الوقت بزاف، فقط يعني من 5 دقائق حتى لثمانية دقائق هكا كتكون واجده. ابقى نحركهم هكا غير واحد شويه بالماء، ندمجوا المكونات باش من بعد غادي نضيف الربيع اللي عندي، يعني القزبر ومعدنوس. هنا ضفت الماء، كاس ديال الماء باش ما يلصقش ليا حيت نشف. وغادي نضيف في الاخير الربيع، تقدروا ديروا غير المعدنوس بوحديتو الا بغيتو صافي. غادي نخلطو غير واحد شويه مع بعضو ونخليه يطيب على خاطرو، ولكن راه ناقصه النار، العافيه تكون مهيله باش يطيب على خاطرو. غادي نخليه ونغطيه واحد شويه باش ما ينشفش، وغادي نحط هنايا العجين ديالي حيت راه ارتاحت، غادي نخرج منها داك الهواء اللي فوسط منها صافي. دهنت هنا بواحد شويه الزيت باش ما تبقاش تلصق، قطعتها على نصفين باش تجيني ساهله في التقطاع، قطعتها عاوتاني على نصفين، وعاد نبقى نقطع الاشكال اللي بغيت. هنا درت ثلاثه القطع وكنكورهم. يعني راه معروف الملاوي كيفاش كنديروا ليهم، الطريقه التقليديه اللي استعملت في هذا الملوي هذا ديال الشحمه، وكذلك القطعه الثانيه قطعوها حتى هي على ثلاثه باش يجيونا متساويين. تادي بنفس الطريقه غادي نستعمل الكرات، حتى هي جاتني 6 الكرات، هو هذا الشكل ديالها. دابا صافي غادي نطفي على الحشوه ديالي، راه طابت، وغادي نخليها على جنب باش تبرد لينا. صافي دابا غادي ناخذ الكره الاولى وغادي ندهن سطح العمل ونبقى نسطحها مزيان، غادي نسرحها ولكن ما نضغطش بزاف على الوسط، نخليه شويه غليظ الوسط، والجناب هما اللي نسرحوهم، ونخليوها شويه سميكه ماشي نسرحوها بزاف باش ديك الحشوه اللي غادي نحطوها ما تخرجش لينا هكا من الوسط، تكون العجين شاد راسها شويه. وتحاولوا ما امكن ما تقطعش ليكم العجين ملي تكونوا كتسرحوها. انا دابا وضعت الحشوه وكان نسرحها على الزوايا كاملين، ودابا غادي نطوي الطويه الاولى وندير واحد شويه ديال الحشوه، وكذلك الطويه الثانيه حتى هي باش تجي هكا المسمنه عامره كامله. وهنا اختياري الا بغيتو ديروا شويه ديال هكايا السميده من الفوق ومن التحت،
وكذلك الثانيه حتى هي بنفس الطريقه، غادي نسرحوها وما ندركوش على الوسط، نخليه شويه شاد راسه. دابا ساليت الكميه ديال ملوي الشحمه، دابا غادي نصايب الملوي اللي معمر بالخليع. هذا هو الخليع اللي كنت صايبت لكم في واحد الفيديو، وجا رائع وبطريقه سهله. ماشي الخليع اللي كتعرفوا خاصو ينشف ويتشماش، وهذا هذا كيتحضر في نهار واحد، كيتحضر بكل سهوله، جوج ساعات صافي كيطيب دغيا كيوجد وكيجي لذيذ. هذه الكميه اللي درت، غادي نديرها غير شويه يتطلق حيت يكون جامد، هو دغيا كيتجمع حيت الشحمه كتجمد دغيا. صافي غادي نطلقو شويه على النار باش تجيني سهله ملي نعمرو في الرغيفات. صافي من بعد ما وجد ليا، انا زدت قطعت دوك الطريفات ديال اللحم تيكونوا غلاط، قطعتهم رقاق باش يجيوني ساهلين ملي نعمرهم، ما يجيونيش هكايا باينين وما يبغوش يتسرحوا ليا. غادي نبسط العجين وغادي ندير واحد شويه، هانتوما كيف ما كتشوفوا رقيق كيجي ساهل ملي كتوزعوه، وكيعطي واحد البنه رائعه مع الرغيفات، كيجي لذيذ بزاف. غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، غير شوفوه راه سهل وما غاديش يطلب لكم بزاف المكونات. وهذه هي الطريقه سهله جدا. صافي كملت الكميه، دابا غادي نمشي لاول وحده صايبتها هي اللي غادي نبسطها ونديرها في المقله. هنايا ما غاديش ندير جوج مقلات، ملوي الشحمه نديرو في مقله، والملوي ديال الخليع نديرو في مقله بوحديتو باش ما يتخلطوش لينا النسمات، وما تعرف من ديال الشحمه من ديال الخليع، كل واحد درتو في المقله. ما تجهدوش على النار، ماشي مهيله بزاف وماشي مجهده باش يجيكم داك اللون الذهبي. وكذلك هاد المسمنه هذه ديال الخليع، انا بسطتها، راه هذاك الخليع دغيا كيتجمع ملي كيبرد دغيا كيجمد، كنحاول نبسطها مزيان. وهو غير كيتسخن كتسخني المسمنه صافي كيدوب داك الخليع اللي فوسط منه، وكيجي لذيذ لذيذ بزاف بزاف. كيف ما كتشوفوا انا وضعتها في مقلاه بوحديتها. كنمشي لمسمنه اخرى ملي كنشوفو الاولى قربت تطيب، كنوضع الثانيه تنبسطها باش تجيني ساهله. صافي حيدت الاولى ووضعت الثانيه، وكذلك ديال الخليع حتى هي كنقلبوها. شوف اللون اللي كيعطي زوين بزاف، شوف كيفاش كيجي رائع في المذاق ديالو، كيجي اروع. صافي ساليت الكميه وهذا هو الشكل النهائي، شوف كيفاش جا رائع بزاف بزاف ولذيذ، وكيتقطع بكل سهوله، تيجي فتي بزاف. كما قلت لكم الحليب راه هو اللي كيخلي جميع المعجنات كتجي هشيشه ورطبه
وكتبقى هكاك ما كتقصاحش وما كيكرمش، وخا تخليوه هكا فوق الطبله عريان كيبقى مزيان. وهذا الشكل الثاني ديال الخليع، حتى هو كذلك جا زوين بزاف. وبالصحة والراحة، نتمنى تعجبكم هذه الوصفة وتجربوها، راها زوينة بزاف والطريقة أسهل. ما تنساوش تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، واللايك من عندكم تشجيعا للقناة كي أعطي أكثر وأكثر. شكرا على تعليقاتكم الزوينة وعلى تشجيعاتكم. إلى هنا ينتهي الفيديو، إلى فيديو جديد إن شاء الله في وصفة جديدة. تبقوا على خير.